يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم. د هلال تلویزیون درنو او قدر من لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یو چې یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې د عربي ژبلوس په خپرونه کې حاضر یو. هیله ده ګرانو زده کوونکو خپرونه تر پایه له موږ سره تعقیب کړئ. انشاءالله ګرانو زده کوونکو، نن به یو ځل بیا په کتاب العربیت بین یدیك الجزء الاول د نهمې او لسمې وحدې اختبر نفسک تر عنوان لاندې ازموینه ده. انشاءالله ګرانو زده کوونکو هغه به تاسو ته وړاندې کوو. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله خپرونه له موږ سره تر پایه تعقیب کړئ. البته ګرانو زده کوونکو، صرف یو یادونه دا کوو چې کله هم اختبر نفسك صاحب الكتاب وي اختبر نفسك، يعني خپل ځان و ازمایا. اختبر و ازمایا نفسك، خپل ځان دي. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو به خپل ځان څنګه ازمایي؟ تاسو ته پوښتنه ده، او هرې پوښتنې ته بیا نه هلته چې دی درجې دي الدرجات. نو تاسو به هلته لیکئ چلو درجې موړي دي، نه موړي دي، او شپږ موړي، پنځه موړي، څومره درجې چې وي الدرجه المحصوله کې به تاسو څه وکئ؟ ځان ته به درجه هلته ولیکئ، خو درجاتو کې به دروغ نه وایي. ښه، یو الدرجات دي، یو الدرکات دي ګرانو زده کوونکو. یو الدرجات دي، یو الدرکات څه معنا؟ الدرجات خپله دا په جنت کې وي چې پاس خیژي، یوه درجه، دویمه، دریمه. او الدرکات په دوزخ کې دي ګرانو زده کوونکو، لاندې ځم دسې روانې. نو تاسو به درجې اخلئ ګرانو زده کوونکو. څه به اخلئ؟ درجات به اخلئ، او الدرکات به نه اخلئ. نو هیله ده خپرونه تر پایه له موږ سره تعقیب کړئ. اختبر نفسک ګرانو زده کوونکو ډیره مهمه ده، په دې اساس تر څو تاسو اندازه ولګیږي چې تاسو دغه دوه وحدو څخه څومره استفاده کړې ده. او همداراز په نحوي لحاظ ځینې نقاط دي، هغه هم ځان سره څه کوي ګرانو زده کوونکو یاداشت کړئ. البته ګرانو زده کوونکو، صاحب الكتاب چې هر کله منهج جوړ کړی دی، هغې سره لارښوونه هم کړې ده چې د دې منهج دپاره تاسو باید تګلاره دغه غوره کوي. نو ګرانو زده کوونکو، راځو اوس اختبر نفسک پیلوو. ګرانو زده کوونکو، کوشش وکئ تاسو 233 صفحه خلاصه کړئ په کتاب العربیت بین یدیك لومړی ټوک 231 صفحه کې. البته مخکینی منهج چې دی نوي کې نه، مخکینی منهج کې چې خپله درې کتابه دي، یو کتاب جلا، بل جلا، بل جلا. کتاب لومړی کتاب جلا دی، دویم کتاب جلا دی، دریم جلا. ځکه ځینو خیریه بنسټونو دې د خطره چې خلکو ته د عربي ژبې زده کړه اسانه کړي، یو کتاب یې په دوه یا په درې یا څلورو برخو باندې ویشلی دی. چې خپله هر کتاب شپاړس وحدې لري، نو باید څلور څلور وحدو ځینو کړی، ځینو اته وحدې کړی، ځینو شپاړس وحدې کړی. شپاړس وحدې چې دی دا منهجي اساسي کتاب دی چې مخکینی هم همداسې و. همدا قسم ګرانو زده کوونکو، اسانه طریقه ده چې تاسو د پی ډي اف نه هم استفاده وکئ. البته مخکینی تیر منهجي کتاب زه چې کومې صفحې وایم هغه مخکینۍ صفحې دي، دا نه و چې کوم خیریه بنسټونو کړي دغه نه. ګرانو زده کوونکو، 233 صفحه خلاصه کړئ. اختبر نفسک، ځان دې و ازمایا. خمس پنځم، الوحدتان، دو وحدې، التاسعة والعاشرة، نهمة او لسمة. نحن قد اتفقنا ايها الاخوة والاخوات باننا سوف نأخذ اختبر نفسك كذلك باللغة العربية، وها انا ذا امامكم اقدم الى حضراتكم اختبر نفسك باللغة العربية. ونحن قد اتفقنا كذلك في بداية الكلام او في بداية الكتاب بأننا سوف نجد اختبارات في هذا الكتاب، الكتاب الأول والثاني والثالث كذلك، ونجد خلال أو داخل هذه الكتب الثلاثة هنالك اختبارات، ونجد اختبر نفسك بعد كل وحدتين. وقلنا بأننا سوف نجيب على هذه الاختبارات باللغة العربية. ما عدا هذه الاختبارات نجد هنالك أسئلة تحت عنوان أجب عن الأسئلة الآتية، لابد وأن نجيب كذلك على تلك الأسئلة باللغة العربية حتى تستفيدوا،
يعني من كلامي المحاورة وكذلك الاستماع، الاستماع كذلك عنصر أساسي من عناصر اللغة العربية. فالآن افتحوا في هذا الكتاب صفحة رقم 233، يقول أولا المفردات. الآن صاحب الكتاب أتى في الأول بعض المفردات، يقول في واحد: صل بين الكلمة في ألف وما يناسبها في باء لتصبح تعبيرا واحدا. صل بين الكلمة في ألف، نجد هنالك في قائمة، يعني لدينا قائمة ألف وقائمة باء، وفي قائمة ألف نجد 7 كلمات، وكذلك في قائمة باء نجد كذلك 7 كلمات، وكلمات يعني متقابلة. مثلا في الأول علبة، والكلمة الثانية طبق، والكلمة الثالثة فصل، والكلمة الرابعة درجة، والكلمة الخامسة تحت، والكلمة السادسة 50، والكلمة السابعة كتاب. فالآن هذه كانت القائمة الأولى، وفي القائمة باء نجد هنالك كذلك كلمات، وكل هذه الكلمات مكتوبة أمام تلك الكلمات المذكورة في قائمة ألف. فالآن مثلا في قائمة باء نجد كلمة الصيف، ودينارا، والحرارة، وملح، والقواعد، وبيض، وإيش؟ الصفر. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بأن هذه الكلمات كلها كلمات مرتبطة بالوحدة 9 والعاشرة، ونحن ترجمنا كذلك هذه الكلمات خلال التدريس في الوحدتين 9 والعاشرة. فالآن يعني لا نستطيع أن نتطرق إلى ترجمة هذه الكلمات من اللغة العربية إلى اللغة المحلية، لأن هذه الكلمات كلمات سهلة، وكذلك نحن قد ترجمناها في الوحدة 9 والعاشرة. فصاحب الكتاب يقول صل بين الكلمة في ألف، يعني في قائمة ألف هنالك كلمات وما يناسبها في باء. نأخذ كلمة من قائمة ألف ونأخذ كلمة من قائمة باء ونوصل بين الكلمتين. فعندما أوصلنا قائمة يعني كلمة ألف بقائمة كلمة باء، فيقول لتصبح تعبيرا واحدا، نستطيع أن نستنتج إيصال الكلمة من قائمة ألف بقائمة باء سوف يصبح تعبيرا مناسبا. الآن يقول علبة مثلا، كلمات متفاوتة، مثلا علبة ملح، كلمة أولى إيش؟ علبة ملح، والكلمة الثانية طبق بيض، هذه كلمة ثانية، والكلمة الثالثة فصل الصيف، فصل الصيف، والكلمة الرابعة درجة الحرارة، والكلمة الخامسة أو التعبير أو إيش المناسب خامسا تحت الصفر، وسادسا 50 دينارا، وسابعا كتاب القواعد، إيش؟ علبة ملح، طبق بيض، فصل الصيف، درجة الحرارة تحت الصفر، 50 دينارا، كتاب القواعد. الآن لهذا السؤال 7 درجات، لهذا السؤال 7 درجات. أود أن أوضح كذلك هذا التدريب هنا على السبورة، مثلا علبة ملح، فهذا هو التعبير المناسب. مثلا نأخذ علبة من هنا وملح من هنا، فسوف يصبح تعبير مناسب. أما إذا ما أخذنا هذه الكلمة من قائمة ألف وما أوصلنا هذه الكلمة مع قائمة باء، مثلا هنا علبة ملح، الآن نكتب هنا علبة ملح، فإذا نستطيع أن نقول إن هذه العبارة أو التعبير قد أخذناه من قائمة ألف وكذلك من قائمة باء. فالآن لهذا التدريب هنالك كذلك 7 درجات، هذه يعني تعطون هنا الدرجة المحصولة مثلا 7 درجات إذا أخذتم كذلك 7 درجات. أما إذا حصلتم على درجتين وكتبتم هنا 7 درجات فهذا يعني غش، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا الإيضاح مرتبط بالتدريب الأول. الآن نأتي وكذلك ننتقل إلى ثانيا، ماذا يقول ثانيا؟ ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة،
ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. الآن أسأل ما هي الكلمة الغريبة؟ لابد وأن تعرفوا الكلمة الغريبة. يقول ما هي الكلمة الغريبة؟ ليست غربية وإنما الكلمة الغريبة. نستطيع أن نقول هي الكلمة التي لا تأتي مناسبة في معناها مع بقية الكلمات المذكورة. هي الكلمة التي لا تأتي مناسبة في معناها مع بقية الكلمات المذكورة. مثلا كيف؟ يعني أقول هنا القرآن الكريم، صح؟ القرآن الكريم، المصحف الشريف، التلاوة. وهنا مثلا الشجرة. إذن ما هي الكلمة الغريبة هنا؟ القرآن الكريم، المصحف الشريف، التلاوة. هذه الكلمات متقاربة في معناها وفي محتوياتها وفي غيرها. أما شجرة، الشجرة، هذه هي الكلمة الغريبة، لأن هذه الكلمة هي التي لا تأتي مناسبة في معناها، فمعنى هذه الكلمة ليست مرتبطة مع القرآن والمصحف الشريف والتلاوة مع بقية الكلمات المذكورة، صح؟ يعني معناها متفاوتة 100%. أما القرآن الكريم، المصحف الشريف، التلاوة، معناهما أو معنى هذه الكلمات متقاربة في معناه. إذا نستطيع أن نقول ما هي الكلمة الغريبة؟ هي الكلمة التي لا تأتي مناسبة في معناها مع بقية الكلمات المذكورة هنا، القرآن الكريم، المصحف الشريف، التلاوة، والشجرة. وصاحب الكتاب كذلك يريد منا أن نبين وأن نوضح هنا الكلمة إيش؟ الغريبة. فهنا كذلك الكلمة الغريبة، في لابد وأن نحدد الكلمة الغريبة هنا في هذه الكلمات. نحن نذكرك لن تدمع دلو إن شاء الله بس دي لن تدمع برترا جرزو خبرونا جريان لري عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.